نقاش الرئيس التنفيذي لمكتب التخطيط والسياسات في المجلس الوطني السوري الدكتور لؤي صافي معنا عبر الهاتف من الدوحة. دكتور صافي، أرحب بك في أضواء على الأحداث. وسؤالي بداية، في الوقت الذي يستمع فيه مجلس الأمن إلى كوفي عنان، هناك تسريبات بأن كوفي عنان سيشير إلى استمرار استخدام الأسلحة الثقيلة من قبل الجيش السوري واستمرار تواجد الجيش في المدن ولكن بشكل أقل. ماذا يعني هذا من وجهة نظر للمقترح أو للنقاط الست التي أتت بها خطة عنان التي تقول في بندها الثاني الالتزام المباشر والفوري بسحب الآليات من المدن وبوقف النار؟ طبعا النظام السوري لم يلتزم بأي من البنود الستة. كوفي عنان في تصريحاته السابقة كان يعني ناقدا و يعني حتى كانت لغة غير دبلوماسية باتجاه النظام، لكن المشكلة أن الإرادة ليس هناك إرادة دولية الآن من أجل اتخاذ خطوات أخرى. الكل يعول على خطة عنان، طبعا خطة لم تؤتي ثمارها، بطأت قليلا يعني مستوى القتل، لكن النظام مستمر في الاعتقال وفي القتل وفي قصف المدن. أمس قصف المعظمية وقبل قصف دوما، وهذه كلها في سياق يعني الانتخابات التي تفترض أن تأتي بمجلس نيابي جديد. طيب، ولكن في هذا الوقت مبعوث أو الأمين العام للأمم المتحدة قال بأن الأمم المتحدة سترسل كامل فريقها الذي يضم 300 مراقب عسكري و100 مدني إلى سوريا بحلول حزيران يونيو المقبل. ماذا يعني هذا بالنسبة للخطة برمتها؟ طبعا وجود المراقبين لا يكفي، المراقبون موجودون والنظام يقتل ويقصف ويلعب لعبة القط والفأر. يتحرك المراقبون إلى مكان وهو يعني يبدأ العمليات العسكرية في مكان آخر. في غياب إرادة حقيقية لوقف القتال والبدء في عملية انتقال سلمي للسلطة باتجاه مجتمع ديمقراطي، فأعتقد الحالة ستستمر وتسوء على مستوى العنف وعلى مستوى الوضع الاقتصادي الذي يتدهور بسرعة كبيرة الآن. يعني على مستوى العنف، هذا يأتي ربما منسجما مع ما صرح به رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر لوكالة رويترز بأن القتال في سوريا كان شديدا للغاية في بعض المناطق، وأنه في بعض الأحيان يمكن توصيف ذلك القتال بالحرب الأهلية المحدودة. ألا تخشون من أن يصل القتال في سوريا فعلا إلى حرب أهلية وليس محدودة هذه المرة بل قد تكون شاملة؟ طبعا نحن نخشى هذا ولا نريد أن يحصل، لكن ماذا تفعل النظام يعني مصر على أن يمسك بالسلطة ويقمع كل المطالب الإصلاحية ولا يتحرك خطوة واحدة؟ يعني خلال كل الأشهر الماضية هذا والحديث عن الإصلاح لم يحدث شيء، تغير الدستور، لكن قبل يومين تم اعتقال الشيخ معاذ الخطيب وهو رجل معتدل، رجل يعني يصر على العمل السلمي، خطابه ليس عالي جدا، ومع ذلك يعني ما تمكن من الإفلات من قبضة النظام. فهذا النظام لا يريد الإصلاح ولا يريد أن يترك أي صوت ناقد له، يريد إسكات كل الأصوات. وما رأيناه أمس هو عبارة عن المسرحية التي أريد منها تسويق رواية الإصلاح، لكن طبعا هذه الانتخابات جرت في أجواء تفتقد لشروط الانتخابات الديمقراطية، الحرية والنزاهة، لم تكن انتخابات حرة ولم تكن نزيهة. ولكن روسيا والصين اعتبرت هذه الانتخابات جزء من خطة الرئيس السوري الإصلاحية. أين هي جهودكم في إقناع الصين تحديدا التي يوجد فيها الآن رئيس المجلس الوطني السوري السيد برهان غليون في رؤية المجلس الوطني لحل الأزمة في سوريا؟ كما تفضلت، هذا هو جزء من جهودنا لإقناع الصين. هناك يعني وفد على مستوى عالي من المجلس برئاسة رئيس المجلس يتحاور مع الطرف الصيني، لكن المشكلة أن الصين وروسيا بشكل خاص هم الآن عندهم هم له علاقة
بالسباق الدولي بينهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وسوريا ضحية لهذا السباق ولحالة الجغرافيا السياسية في المنطقة. الرئيس التنفيذي لمكتب التخطيط والسياسات في المجلس الوطني السوري الدكتور لؤي صافي، كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة، شكرا جزيلا لك.